الشباب جاهزين مستعدين. إدارة نادي الاتفاق حريصة على الفعاليات الاجتماعية والترفيهية وتشكر على هذا الشيء، وحنا جايبين العيال يشاركون في لعبة الحبار، نتمنى لهم إن شاء الله أوقات سعيدة يا رب إن شاء الله. أشكر نادي الاتفاق على تنظيم الفعاليات هذه، بصراحة يعني استفادوا أبنائنا والفعاليات جدا جميلة. أنا لي الآن تقريبا شهر كل مباراة بالدمام أحضرها مع أهلي ما شاء الله، وكل مرة أجي فعاليات تختلف، كل واحدة أجمل من الثانية، وأنا أشجع بصراحة وجدا جميلة. كيف كانت لعبة الحبار؟ حلوة. فزتي ولا ما فزتي؟ لا. ليه ما فزتي؟ كنت مستعجلة. ما فزتي عشان مستعجلة؟ كانت التجربة في اللعبة ممتازة، كان فيها اللعبة الأولى اللي هي المشي على العروسة ذي الصوت، واستمرت في اللعبة ومشيت في الأولى ومشيت في الثانية وما حالفني الحظ في الثالثة، لكن كانت الفعاليات أكثر ممتازة الحمد لله. يعطيكم العافية، أول شيء نشكر نادي الاتفاق على الفعاليات المميزة الجميلة اللي دائما يقوموا فيها، ونشكر أيضا الموجد، فكرة لعبة الحبار جدا جميلة، أبدعت فيها وأبدعت بإخراجها وكذلك الفعاليات الأخرى. صادق.